سيد لويلي، صباح النور ومرحبا بك على المباشر على تونس الرقمية وتونسي نميريك. نحكي شوية على المادة التضامني في ولاية زغوين للعودة المدرسية. مشكورين ومرحبا بكم الناس كل على الصفحة الرسمية لتونسي نميريك. احنا سنا في ولاية زغوين حقيقة خدمنا خدمة نوعية للعودة المدرسية. دونك بالنسبة للتحضيرات العودة المدرسية فعلنا لجان على مستوى المعتمديات اللي قاموا بزيارات ميدانية لجل المدارس والمعاهد الإعدادية والمعاهد الثانوية، وقمنا بالتنسيق مع كل من البلديات تجهيز الفلاحة الأطراف الكل اللي عندها الإمكانيات أن تساعد وتقوم بالتدخلات هذه، قاموا بتدخل وتنظيف وتهيئة والكل كيف مشكورين مندوبية التربية اللي بالحق زاد خدمة كبيرة، ووفرنا المعدات ووفرنا اللوجستيك للمدارس هذه، وكانت إلى حد الساعة عودة مدرسية طيبة ومرضية. بالنسبة للمادة التضامنية، أول حاجة أن لازمنا نذكروا أنه وزارة الشؤون الاجتماعية ومشكور السيد الوزير وفر الإعانات المادية لمحدودي الدخل اللي هو معروفين بالأصحاب الكرني الأبيض والكرني الأصفر، اللي هما عاون العائلة هذه لكل تلميذ ينتمي للعائلة عطاوه مساعدة مادية، كيف للطلبة عطاوه مساعدة مادية، وللتكوين المهني اللي يقرا في التكوين المهني كيف خذا مساعدة مادية، واللي عنده كيف اللي عنده إعاقة وهذايا الدور الحقيقي للدولة أنه تقوم بالدور الاجتماعي بتاعها. احنا هنا على مستوى ولاية زغوين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي مع الشؤون الاجتماعية وفرنا مساعدات للعودة المدرسية، دونك ما يقارب على 3400 مساعدة كارتابلة كاملة، دونك مشاو مستحقيها. كيف على مستوى الكتب المدرسية وفرنا 1400 مساعدة كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية من الأولى ابتدائي للسادسة ابتدائي. تم التنسيق مع اللجان المحلية للتضامن، دونك السادة المعتمدين بالتنسيق مع السادة العمد ومع الشؤون الاجتماعية عملنا قائمات للناس الحقيقة اللي تستحق، دونك حاولنا نوصلوا لأكثر عدد ممكن من الناس هذوما اللي لازمنا نعاونوهم. هذوما ولاد تونس، هذوما مستقبل تونس، هذوما صغيرات اللي قاعدين يقراوا لازمنا نشجعوهم ونوفروا لهم الظروف الملائمة باش يقدموا المطلوب، واللي هما المطلوب منهم هما النجاح في الدراسة. كيف التحضيرات العودة المدرسية هذه كلها باش نوفروا الظروف الملائمة للإطار التربوي والإطار الإداري في المدارس باش يقوموا بالمطلوب. المطلوب احنا تو هما أكثر من العمل، هو أنه يبدو أنه الناس هذوما يقدموا الإضافة للوليديات هذوما، يوفروا لهم ظروف طيبة للدراسة، وبإذن الله نتمنى لهم سنة دراسية ناجحة، وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم متفوقين آخر العام. وما نجموش نحكيوا على عودة مدرسية طيبة من غير ما نشكروا السادة الأمنيين سواء من شرطة أو حرس أو حماية مدنية والأطراف الكل اللي حقيقة خدموا زادة كيف خدمة كبيرة، أمننا عودة مدرسية بدون حوادث بدون إشكاليات. هذه كل جاء بعد خدمة كبيرة بعد اجتماعات ماراثونية باش وليداتنا إن شاء الله ينجحوا ويرفعوا معنويات أولياء نتاعهم اللي حقيقة زاد الأولياء تعبين مع صغيراتهم، يعطيهم الصحة وإن شاء الله سنة دراسية موفقة.